أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة صوتية لمؤلفات الأستاذ محمود محمد طه والفكرة الجمهورية. كتاب مشكلة الشرق الأوسط، تحليل سياسي، استقراء تاريخي، حل علمي. الجزء الثالث من 4 أجزاء. الفصل الخامس: العنصرية الإسرائيلية. لقد ورد في بعض الكتب قولهم إن روما سحقت الدولة اليهودية ولكنها لم تنل من العنصرية اليهودية. وفي الحق إن الناس ما عرفوا عنصرية كعنصرية اليهود في شدة تماسكها وفي تعصبها، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل أهمها الدين. فقد كان اليهود من سحق الآماد طليعة ديانة التوحيد، وقد عايشوا أمما عدة فلم يكن دين التوحيد إلا عندهم هم. فقد عايشوا القبائل المختلفة في فلسطين قبل عهدهم بمصر وبعد خروجهم من مصر، وعايشوا من الأمم المصريين والآشوريين والكلدانيين والفرس واليونان والرومان، فما وجدوا عندهم غير الوثنية والمجوسية وعبادة قوى الطبيعة والحيوان والبشر أحياء وأمواتا. وكانوا هم بفضل هذا التوحيد شعب الله المختار بحق. وقد تقرر هنا عندنا في القرآن كما تقرر عندهم في التوراة. أما عندهم ففي أشعياء الإصحاح 43 يقول: لا تذكروا الأوليات والقديمات، لا تتأملوا بها، هأنذا صانع أمرا جديدا الآن ينبت، ألا تعرفونه؟ أجعل في البرية طريقا في القفر أنهارا، يمجدني حيوان الصحراء، الذئاب وبنات النعام، لأني جعلت في البرية ماء أنهارا في القفر لأسقي شعبي مختاري، هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. وأما عندنا فعن الاصطفاء يقول تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وذلك من سورة البقرة. ويقول في آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وأما عن التوحيد فقد قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفهم اليهود الخاطئ لعبارة شعب الله المختار هو الذي جر ولا يزال يجر عليهم المصائب ويمنعهم من الاستجابة لنداء الحياة الملح بالتطور وبالاندماج في ركب البشرية السائر بوسائل العلوم وبوسائل ديانات التوحيد إلى الوحدة. وكما بدأ آنفا فقد كان اليهود طليعة دين التوحيد بهذه الصورة الجماعية، ولكنهم عندما ظنوا أن دين التوحيد يخصهم وحدهم أخطأوا وانعزلوا واستكبروا، فرفضوا المسيح عندما جاءهم بما لا تهوى أنفسهم، ورفضوا محمدا، وما كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك لو تفطنوا، ذلك بأن اتجاه التطور حتى في تعاليم أنبيائهم كان يستهدف إعدادهم لقبول دعوات التوحيد المتجددة حين تظهر. وكل ما ظهرت وعلى يدي من تظهر على يديه، فرسالة أرميا التي وردت الإشارة إليه، وقول أشعياء في الأصحاح 43 الذي أوردناه آنفا، يقومان دليلا على ألا عذر لهم حين رفضوا المسيح ومحمدا. اللهم إلا عذرا يقوم على العجز عن دقة الفهم عن النصوص المرنة التي تحمل عديد الوجوه، يمد في هذا العجز ويمهد له تعصب عنصري لا يرى أن الخير يمكن أن يجيء من غير عنصر الإسرائيليين. ففي أشعياء الإصحاح 11 يرد قوله: ويخرج قضيب من جذع يسي وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة،
روح المعرفة ومخافة الرب ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف ولبائس الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متينة والأمانة منطقة حقوية، فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها، والبقرة والدبة ترعيان، تربض أولادهما معا، والأسد كالبغرة يأكل تبنا، ويلعب الرضيع مع سرب الصل، ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان لا يسوءه، ولا يفسدون في كل جبل قدسي، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر، ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسيء القائم راية للشعوب، إياه تطلب الأمم ويكون محله مجدا. ومثل هذا القول يمهد الطريق لقبول المسيح ولقبول محمد إذا وقع على أذن واعية، هذا مع إن كل الموعود به لم يتم على يدي المسيح ولم يتم على يدي محمد، وإنما يبقى منه ما يتم على يدي المسيح الأخير الذي بمجيئه تتحقق الخلافة البشرية على الأرض كما تحققت يوم خلق الله آدم قبل أن يخطئ فيزل فيطرد. ولكن اليهود لم يفهموا فانتظروا المجيء الأخير ولا يزالون ينتظرونه، ورفضوا الخطوات المؤدية إليه، ومن ها هنا جاء انعزالهم، وجاء بعض ما يلقون من عنة برفضهم المسيح وبرفضهم محمد. وفي أشعياء أيضا في الإصحاح 54 يقول: ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد، أشيدي بالترنيم أيتها التي لم تمخض، لأن بني المستوحش أكثر من بني ذات البعل، قال الرب. أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك، لا تمسكي، أطيلي أطنابك وشددي أوتادك، لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار، ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا خربة، لا تخافي لأنك لا تخزين، ولا تخجلي لأنك لا تستحين، فإنك تنسين خزي صباك وعارة رمولك لا تذكرينه بعد، لأن بعلك هو صانعك، رب الجنود اسمك، ووليك قدوس إسرائيل، إله كل الأرض يدعى، لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب، وكزوجة الصبا إذا رذلت قال إلهك، لحيضة تركتك، وبمراحم عظيمة سأجمعك، بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك قال وليك الرب، لأنك كمياه نوح هذه لي، كما حلفت ألا تعبر بعض مياه نوح على الأرض، هكذا حلفت ألا أغضب عليك ولا أزيرك، فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك، وعهد سلامي لا يتزعزع قال رحمك الرب. هذا القول يعني فيما يعني هاجر في مقابلة سارة، وهو بذلك إشارة إلى العرب في مقابلة بني إسرائيل، ومن ثم فهو يبشر اليهود بمحمد: ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد، يعني لم تنجب نبيا غير إسماعيل، في حين أن الأنبياء كلهم من ولد سارة، فحين قال ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد إشارة إلى إنجاب نبي من ولد هاجر، جدة فريق من العرب وقد كان محمدا، ولكن الإسرائيليين قد أعمت عنصريتهم عن تقبل الحق الذي جاءهم به. وفي هذه الآيات يرد قوله تعالى: وويلك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى، ولكن اليهود لا يريدون أن يفهموا إلا أنه تعالى إلههم وحدهم، وهم وحدهم شعبه، ومن ثم فإن ضلالهم بعيد بعيد. وفي ملاخي الإصحاح 4 يقول تعالى قولا واضحا:
هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم، لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن. فإيليا النبي معرفا بالألف واللام هو محمد النبي الأمي وخاتم النبيين، ولكن اليهود لا يعلمون، وهم لا يعلمون لأنهم ظنوا أن التوراة وأن اليهودية خاصة بقوميتهم الإسرائيلية، وأن الله إلههم وحدهم وليس لأمم الأرض فيه مشاركة. ومن ثم جاء ضلالهم وبعدهم وتعاليهم على الأمم، مما جر عليهم وعلى الأمم الويلات والمصائبة. الحركة الصهيونية بعد تخريب الرومان لأورشليم عام 134 ميلادية، تفرق اليهود في وجه الأرض، وبقي منهم من بقي في فلسطين، وممن بقي المعلم يهوذا. وقد كتب حوالي عام 200 ميلادية القسم الأول والأهم من التلمود، وهو ما يسمى المشنة، ويتضمن تقاليد زعماء اليهود السماعية وفتاواهم. وأما القسم الثاني من التلمود فقد كتب فيما بين عام 200 وعام 500 ميلادية، وقد كتب خارج فلسطين، كتب في بابل، وهو عبارة عن شرح وتفسير لما جاء في المشنة. ولقد أوردنا آنفا نموذجا لما جاء في التلمود من وصايا يهودية هي من الدلائل على مدى التعصب العنصري، ولا بأس من إعادتها هنا. تقول: أيها اليهودي، اعتزل باقي الأمم وابقي على شخصيتك بينها، واعلم أنك أنت الوحيد عند الله. آمن بالنصر على العالم، آمن بأن كل شيء سيخضع لك، فاستغل وعش وانظر وانتظر. ومن أسوأ ما يحيه التلمود لبني إسرائيل أن يعتقدوا أن كل الأرض ميراث لهم يجب أن يستولوا عليها من الخوارج، ويعنون بذلك كل من عدا اليهود، ويجب أن تؤول إليهم السلطة على هذه الأرض بكل وسيلة، كما ظهر لك من الفقرة الماضية. ولقد كان من دواعي هذا الشعور أن اليهود انعزلوا عن الشعوب التي عاشوا بينها، ولم يرتبطوا بولاء للأرض ولا للسلطة التي عاشوا تحتها، وكثيرا ما اتهموا بالخيانة إما للشعوب التي عايشونها أو للسلطة. فعندما ظهر الوعي الطبقي والثورات الشعبية في غرب أوروبا في القرن السابع عشر، ناهضها اليهود وضلعوا مع السلطة يومئذ. وعن ذلك يحدثنا الأستاذ عبد الستار البدري في مقالة له بعنوان الصهيونية والعالم العربي، ظهرت بمجلة القلم بعددها الخاص بحرب فلسطين، وفيها يقول: ولقد ظهرت حركة يهودية في القرن السابع عشر عرفت باسم حركة الهاسكالة، نتيجة لظهور الوعي الطبقي والثورات الشعبية في غرب أوروبا، وقامت على أساسين: أولهما الولاء المطلق لرجال الكنيسة ورجال الحكم القائم حينئذ، وثانيهما العداء السافر للحركات الشعبية التي استهدفت هدم النظام الإقطاعي الذي كان سائدا في أوروبا. كما اهتمت هذه الحركة بإحياء اللغة العبرية القديمة وخلق وعي يهودي والارتفاع بالمستوى الثقافي والاجتماعي للجموع اليهودية، وإبعاد الطبقة العاملة من اليهود عن الاندماج في الحركات الشعبية والثورية. فهم في هذه المرة حين ساندوا السلطة إنما ساندوها ليعارضوا الحركات الشعبية التي إذا انتصرت لا تستقيم مصالحهم مع مصالحها بالقدر الذي به تستقيم مع مصالح السلطة المتمثلة في الكنيسة وفي أصحاب الإقطاع. وبظهور الحركات القومية في أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر، ظهرت الصهيونية بين اليهود كحركة قومية، وقد كان من ضمن أغراضها جذب الطبقة العاملة اليهودية وملء فراغها والابتعاد بها عن الانغماس في الحركات الشعبية. هذا إلى جانب الغرض الرئيسي بالطبع، وهو إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين.
على أن تبدأ الخطة بالدعوة إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وذلك باستعمارها وامتلاك أرضها وبمواصلة الهجرة المنظمة إليها. وظهور الحركة الصهيونية لا يعني أنها حركة جدت في حياة اليهود، فقد سبق أن قلنا في هذا الكتاب إن اليهود يسمون القدس صهيون والأرض الموعودة، وجاءت من ذلك كلمة الصهيونية، وهي تعني نداء الماضي للعودة إلى القدس. وبذلك فلا تكون الحركة الصهيونية نشأت في أواخر القرن التاسع عشر، وإن من بعثت من جديد بشكل تنظيمي جديد على إثر ظهور كتاب الصحفي اليهودي النمساوي ثيودور هيرتزل عن الدولة اليهودية، ذلك الكتاب الذي أثار حماس اليهود ونشر الدعوة إلى عقد مؤتمر للحركة الصهيونية فانعقد في عام 1897، واتخذ قرارات بتنمية حركة الاستعمار اليهودي في أرض فلسطين، وكان بذلك البعث الحديث لحركة القومية اليهودية الهادفة إلى استعادة أرض فلسطين لإقامة دولة إسرائيل عليها. وليس هناك شك في أن بعض اليهود ليسوا صهيونيين، وإنما هم يعتقدون تعليم أنبيائهم في الله وفي دين التوحيد، ويفهمون معنى شعب الله المختار على نحو يمكن أن يكون بداية لقاء بين اليهود وبقية البشر. ولكن حركة الصهيونية أقوى من هؤلاء، وذلك لأن ميول النفوس البشرية تجد يسرا في الاستجابة لدواعي العنصرية والتعصب أكثر مما تجد في الاستجابة للنقاوة وحرية الضمير. ومن أجل ذلك فإن حركة الصهيونية تمثل خطرا جسيما ليس على العرب فحسب، وإنما على العالم أجمع وعلى اليهود أنفسهم. وليس هناك سبيل لدرء خطر الصهيونية عن طريق الحرب والسلاح، حتى وإن استهدف السلاح إفناء اليهود، ذلك بأن ما حصل من عنف وبطش وتقتيل وسبي في عصور البشرية المظلمة لا يمكن أن يسمح له بأن يعاد في أيامنا هذه. ومع ذلك فإن العنصرية اليهودية لم تزدد به إلا تمسكا بتعصبها وعمائها الشديد، ولقد استعرضنا في الصفحات السوالف طرفا مما جرى لليهود من يوم دخولهم إلى أرض مصر في عهد الفراعين وإلى عام 134، حيث تم تحطيمهم كأمة على أيدي الرومان وبدأ تشتيتهم في أطراف الأرض. وغرضنا من هذا الاستعراض توكيد ضرورة اللجوء إلى أسلوب غير أسلوب الحرب لدرء خطر حركة الصهيونية، وذلك أمر سنعرض له فيما بعد إن شاء الله. مشكلة فلسطين. في مؤتمر عام 1897 الذي عقده زعماء الحركة الصهيونية، حاولوا إبراز الجانب القومي والجانب الإنساني فيما اسموه بمشكلة اليهود. ولقد قال هيرتزل: من بادئ الأمر فهمت عدم جدوى محاربة العداء للسامية. وقال وايزمان: أعتقد أن من أسباب العداء للسامية استمرار بقاء اليهود على قيد الحياة. وهذه عبارة من وايزمان وتلك من هيرتزل تستهدفان أمرين في آن معا، أحدهما استدرار العطف العالمي على نكبة اليهود التاريخية، وثانيهما التمديد للوطن القومي لليهود في فلسطين، أو قل إن أردت الدقة إقامة دولة يهودية في فلسطين بها تعاد مملكة داود وسليمان إلى الوجود الحديث. ولقد اهتبل هؤلاء الزعماء الصهيونيون كل الفرص التي أتاحها لهم التطور الدولي، إلى أن وصل هذا التطور إلى نقطة التقت فيها أهداف الاستعمار الغربي بمطامع الحركة الصهيونية العالمية وأحلامها، وذلك بعد نشوب الحرب العالمية الأولى. فإنه قد ظهر للحلفاء بعد حين أن احتمال هزيمتهم أمام الجيوش الألمانية احتمال قوي، وأنه لابد لهم من الزج بأمريكا في هذه الحرب إن كان لابد لهم أن يخرجوا منها منتصرين. وكانت أمريكا يومئذ تعيش في عزلة تامة، ويزعم كثير من قادتها وساستها أن مصير أوروبا لا يهمهم، وأنهم يمكن
أن يجنبوا بلادهم وإلى حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. ومنها هنا جاءت أهمية اليهود بنفوذهم السياسي والاقتصادي والمالي، فقد فكر الحلفاء في استخدامهم لجر أمريكا للحرب، وقد أوحوا إليهم أن انتصار الحلفاء سيكون ذا فائدة عظيمة لليهودية العالمية. ووجدت الحركة الصهيونية في حاجة الحلفاء إليها فرصتها التي كانت تنتظرها، فاشترطت كثمن لتعاونها ذلك وطنا قوميا لليهود في فلسطين، كما اشترطت الاعتراف بها كمنظمة دولية لها حق الاتصال بالخارج بامتياز دبلوماسي مما تستمتع به الحكومات عادة. فكان من جراء الشرط الأول وعد بلفور المشهور، وكان من جراء الشرط الثاني أن وافق مجلس الوزراء البريطاني على أن تتولى وزارة الخارجية والحربية نقل الرسائل والبرقيات الصهيونية إلى الخارج بواسطة سفاراتها. وبالطبع فإن الاستعمار البريطاني بصرف النظر عن الخدمة التي قدمتها الصهيونية بالتأثير على أمريكا وإدخالها الحرب مما نتج عنه انتصار الحلفاء، فقد كان يدرك قيمة إنشاء دولة يهودية وسط البلاد العربية، وهي منطقة يتطلع إلى أن يكون له بها نفوذ مستديم لما لها في ذاتها من أهمية قصوى، ولما تؤمن من طريقة إلى مستعمراته العظمى يومئذ الهند. الانتداب وهجرة اليهود. تعهدت بريطانيا إذن للحركة الصهيونية بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وأعلن ذلك وزير خارجيتها آرثر بلفور في نوفمبر عام 1917. ولقد أعطيت بريطانيا الانتداب على إقليم فلسطين في عام 1919 بقرار من القوات المتحالفة المنتصرة. ثم إن عصبة الأمم في عام 1923 أقرت انتدابها على فلسطين رسميا، وأقرت وعد بلفور بالوطن القومي لليهود، وكلفت بريطانيا بالقيام على إنشاء هذا الوطن القومي، وقد جاء هذا التكليف الرسمي من عصبة الأمم على النحو التالي: إن الانتداب سيكون مسؤولا عن وضع الدولة في ظروف سياسية وإدارية واقتصادية تساعد على إنشاء وطن قومي لليهود في تلك البلاد، كما أنه سيعمل على تطوير منظمات الحكم الذاتي بالإضافة إلى مسؤوليته عن حماية الحقوق الدينية والمدنية لجميع السكان في فلسطين دون مراعاة للاختلافات العنصرية أو الدينية. وقد كان من ضمن توصيات وتوجيهات عصبة الأمم لبريطانيا وهي دولة الانتداب أن تيسر هجرة اليهود بشروط مناسبة، وأن تشجع على استيطان اليهود ببعض أرض فلسطين، سواء كانت أرض الدولة أو الأرض القاحلة التي لا تحتاج إليها الدولة للمنافع العامة. وفي إبان خطع البريطانيين بوعد بلفور أصرت الصهيونية على أن تدخل أمريكا في الالتزام بهذا الوعد، وسعى زعماء الصهيونية في بريطانيا وفي أمريكا سعيهم حتى اهتم الرئيس الأمريكي ويدرو ويلسون، فكون لجنة أرسل بها إلى فلسطين لتوافيه بتقرير بعد دراسة الحقائق على الطبيعة. وقد كان ذلك عام 1919، ولقد تقدمت هذه اللجنة بتقرير تقول فيه: إن مؤتمر السلام ينبغي أن لا يغمض عينيه عن حقيقة هامة، وهي أن الشعور المضاد للصهيونية في فلسطين وسوريا شعور عنيف لا يجب أن نغض من شأنه أو نأخذه مأخذ السخرية والتهكم. وقد أجمع الضباط البريطانيون الذين استشارهم أعضاء اللجنة على اعتقادهم بأن البرنامج الصهيوني لا يمكن تنفيذه إلا عن طريق القوة المسلحة، ومع ذلك فإن أمريكا قد التزمت للصهيونية وباشرت الوفاء بالالتزام بصورة هي ظاهرة كل الظهور في موقفها الحاضر من دولة إسرائيل. ولقد كان بفلسطين في ذلك الوقت 84 ألف يهودي و650 ألف عربي، ومساحة فلسطين نحو 8000 ميل مربع، ولكن الهجرة اليهودية في استمرار وتجد التشجيع الرسمي، وكلما ازدادت هجرة اليهودي كلما ازدادت مخاوف العرب،
وكان رأيهم إن الصهيونية صنو للاستعمار الإنجليزي، وأن زعماء الصهاينة المسؤولين قد نادوا دائما بفائدة إيجاد وطن قومي يهودي قوي يعتمد عليه الإنجليز لحماية طريقهم إلى الهند والوقوف في سبيل تنمية القومية العربية. معارضة وعد بلفور. وهب في معارضة وعد بلفور كل سكان فلسطين من غير اليهود العرب وغير العرب، المسلمون والمسيحيون. وكانت المشكلة تتمثل لهم على صعيدين، الصعيد الاقتصادي والصعيد السياسي. فأما من الناحية الاقتصادية فإن سكان فلسطين كانوا يشعرون أن هؤلاء اليهود سينافسونهم في معيشتهم، وأنهم بثرواتهم الضخمة ومقدراتهم الاقتصادية المعروفة وباتجاههم إلى امتلاك الأرض من أصحابها بإغرائهم بالمال سيصبحون عما قريب سادة البلاد الفعليين. وأما من الناحية السياسية فقد كان الفلسطينيون يشعرون بأن اليهود سيكونون عقبة أمام تحرير البلاد من نير الاستعمار، لأنه قد عرف عنهم دائما أنهم يعارضون كل اتجاه وطني لتحرير البلاد التي يعيشون فيها، وأنهم يفضلون أن يتعاونوا مع الدولة الحاكمة الأجنبية ضد العناصر الوطنية. فكأنهم بذلك يمهدون ليوم يستولون فيه على السلطة منفردين بها عن بقية السكان، فإن لم يجيء ذلك اليوم فلا بأس في حسبانهم من استمرار الحكم الأجنبي. ولعل هذا العامل السياسي قد كان من أكبر الأسباب التي جمعت على مقاومتهم كل سكان البلاد من مسيحيين ومسلمين. وقد بلغت هذه المقاومة في عام 1922 حدا من العنف جعل البريطانيين يصرحون في ذلك العام بأن وعد بلفور لم يقصد به أن تصبح فلسطين كلها يهودية، وهو لم يقصد به إلى استبدال السكان العرب أو الثقافة العربية بسكان آخرين أو بثقافة أخرى، وإنما هدفه توطين اليهود في بلاد يعتبرونها وطنا قوميا لهم باعتبار تاريخهم الماضي. وكان زعماء الصهيونية يوافقون على تصريح بريطانيا هذا ويعلنون قبولهم إياه. ومع أن هجرة اليهود إلى فلسطين كانت متصلة ومنظمة تنظيما رسميا من قبل دولة الاحتلال، إلا أنها كانت في نطاق ضيق في خلال العقد الثالث من القرن العشرين، ثم أخذت في نهايته تزداد ازديادا ملحوظا. ويرجع السبب في ازديادها إلى ما وقع من اضطهاد لليهود من النازية في ألمانيا ومن الدول المشايعة للنازية في أوروبا. ولقد بلغ الأمر بهجرة مضطهدي يهود أوروبا إلى فلسطين في الفترة التي تلت عام 1930 مبلغا أظهر عجز بريطانيا عن السيطرة على تنظيم الهجرة كما هو من واجبها أن تفعل، وأثار شكوك العرب ودفعهم إلى التفكير في حل عربي لمشكلة فلسطين. ثم نشبت الحرب العالمية الثانية وقد شمر فيها اليهود يبذلون مجهودا كبيرا من أجل نصرة الحلفاء، وهم يشعرون أن انتصار الحلفاء الثاني في الحرب الثانية لابد أن يبلغ بهم ما يرمون إليه من هدف. وكانت العلاقات بين المهاجرين اليهود والمقيمين العرب تزداد سوءا كل حين، حتى إذا وضعت الحرب أوزارها في عام 1945 بدأ سوء هذه العلاقات يتصاعد نحو قمة الأزمة. وفي تلك السنة كونت الأقطار العربية المستقلة الجامعة العربية، وهي مصر والسعودية واليمن وسوريا ولبنان والعراق والأردن. قرار التقسيم. وعجزت بريطانيا عن السيطرة على الهجرة، وعجزت عن وضع حل يرضي العرب واليهود، وأصبحت تستعد للتخلي عن الانتداب. وفي 2 أبريل من عام 1947 طالبت بعقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة هذه المشكلة الفلسطينية. ولقد كان إعلام بريطانيا عجزها على لسان وزير خارجيتها المستر إرنست بيفن، وذلك حين قال من خطاب له ألقاه أمام مجلس العموم البريطاني:
مشكلة فلسطين قضية معقدة كل التعقيد بسبب ما فيها من تناقض في موضوع حقوق الفريقين العرب واليهود بموجب الصك الانتداب. ثم يمضي في خطابه ذاك إلى أن يقول: لقد عجزت بريطانيا عن التوفيق بين السماح لليهود بغزو فلسطين وبين مراعاة صك الانتداب في عدم الإضرار بمصالح سكانها الآخرين. ولقد أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض الذي حدد الهجرة لفلسطين ليوقفها فيما بعد، وأقر المجلس الموقر هذا الكتاب الذي أثار معارضة اليهود وتشدد العرب وإصرارهم على الاستقلال الناجز. ومما زاد في تعقيد القضية أن أمريكا قد حشرت نفسها فيها، وأخذ الرئيس ترومان يوالي تصريحاته عنها. ولو وقف أمر هذا التدخل الأمريكي عند حد إدخال 100,000 مهاجر يهودي إلى فلسطين لكان في الإمكان معالجته، ولكن الحديث يدور حول المجيء بالملايين، وليس من العدل المساواة بين مصالح العرب أصحاب البلاد وبين اليهود الطارئين على فلسطين. إلا أن بريطانيا لا تستطيع أن تفرض حل نهائيا بالقوة، لأنها دولة منتدبة، ولذا فقد أصبح من واجبها أن ترفع الأمر إلى الأمم المتحدة لتقرر وتفرض الحل الذي تراه. لجنة تحقيق. واجتمعت الجمعية العامة في دورة خاصة كطلب بريطانيا، وقررت تأليف لجنة خاصة للتحقيق في قضية فلسطين تضم ممثلي 11 دولة من الدول الأعضاء، هي إيران وبيرو والسويد وأوروغواي وهولندا والهند وغواتيمالا ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وأستراليا وكندا. وانتقلت هذه اللجنة إلى الشرق الأوسط وأجرت اتصالات في القدس بممثلي الحكومة البريطانية والوكالة اليهودية، وقررت الهيئة العربية العليا مقاطعتها، ولكنها اجتمعت في بعض العواصم العربية برؤساء دولها وحكوماتها، كما اجتمعت بالأمين العام للجامعة العربية، ثم رجعت إلى مقر الأمم المتحدة لتضع تقريرها الذي قدمته للجمعية العامة في إبان دورتها العادية لعام 1947، وهي الدورة الثانية. وقد انقسم أعضاء اللجنة إلى فريقين، ضم أحدهما ممثلي كندا وأستراليا وبيرو وتشيكوسلوفاكيا وغواتيمالا والسويد وأوروغواي، وقدم مشروعا سمي بمشروع الأغلبية. وأما الفريق الآخر وفيه ممثلو الهند وإيران ويوغوسلافيا وهولندا، فقد قدم مشروعا آخر سمي بمشروع الأقلية. ويتفق المشروعان اللذان يقضي أولهما بتقسيم فلسطين إلى دولتين، إحداهما عربية والأخرى يهودية، ويقضي ثانيهما بإنشاء دولة اتحادية فلسطينية تشمل البلاد كلها على قواعد وأسس أهمها وجوب إنهاء الانتداب على فلسطين وإعطائها الاستقلال بعد فترة انتقال قصيرة، على أن ينتهي الانتداب والجلاء عن البلاد قبل اليوم الأول من آب أغسطس عام 1948، وعلى أن لا يتعدى قيام الدولة الاتحادية أو الدولتين اليوم الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 1948، وأن تتولى لجنة خماسية تختارها الأمم المتحدة من الدول الأعضاء، ويراعى في اختيارها التوزيع الجغرافي، إدارة البلاد بالتعاون مع السلطات المحلية تحت إشراف مجلس الأمن الدولي، وأن تقوم اللجنة بإقامة حكومة اتحادية مؤقتة أو حكومتين مؤقتتين في الدولتين، تقوم أو تقومان بإجراء الانتخابات العامة في غضون شهرين من جلاء قوات الدولة المنتدبة. وتنص القواعد المشتركة في التقرير أيضا على الاحتفاظ بالحقوق الراهنة في الأماكن المقدسة والأبنية الدينية والمواقع الأخرى، وعلى تأمين حرية المرور والزيارة إلى هذه الأماكن المقدسة بالنسبة إلى جميع الطوائف، وعلى اعتماد الوسائل السلمية لإقرار أي حل بالنسبة إلى أي مشكلة من المشاكل، وعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستعمالها. نريد هذا القول عن كتاب قضايانا في الأمم المتحدة لمؤلفه الأستاذ خيري حماد،
ويمضي الأستاذ خيري حماد فيحدثنا في كتابه هذا فيقول: ويقع تقرير الأغلبية الذي قرته الجمعية العامة في نحو من 40 صفحة من القطع الكبير، ويتضمن بعض القواعد العامة وأربع أقسام. يتناول القسم الأول منها الدستور المقبل وشكل الحكومة في كل من الدولتين العربية واليهودية، وقد جاء في عدة أجزاء فرعية منها إنهاء الانتداب والخطوات التمهيدية للاستقلال والأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية والحقوق الدينية وحقوق الأقليات والرعوية والمواثيق الدولية والالتزامات المالية والاتحاد الاقتصادي وحركة المرور والزيارة وموجودات الحكومة والعضوية في الأمم المتحدة. ويتناول القسم الثاني منها الحدود، وقد نص على أن تشمل المنطقة العربية الجليل الغربي ولواء نابلس والسهل الساحل الممتد من قرية أسدود حتى حدود مصر ولواء الخليل وجبل القدس وغور الأردن الجنوبي، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 12,000 كيلومتر مربع، يقطنها 661 ألف نسمة، منهم 11,000 يهودي و650 ألف عربي، ويملك اليهود فيها 100,000 دونم، بينما يملك العرب ما تبقى من أراضيها. وتشمل المنطقة اليهودية الجليل الشرقي ومرج بن عامر والقسم الأوسط من السهل الساحلي ومنطقة النقب، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 14,200 كيلومتر مربع، يقطنها 991 ألف نسمة، منهم 496 ألفا من اليهود و495 ألفا من العرب، ويملك العرب ثلثي مجموعة مساحة هذه المنطقة، وتشمل المنطقة الدولية مدينة القدس. ويتناول القسم الثالث مدينة القدس، وقد نص على إقامة نظام دولي خاص بها تتولى الأمم المتحدة الإشراف عليه عن طريق مجلس وصايتها، على أن تمتد المنطقة من شمال قرية شعفاط شمالا إلى جنوب بيت لحم وبيت سحور جنوبا، ومن شرق العزرية شرقا إلى غرب عين كارم ودير ياسين غربا. وتضمن هذا القسم طريقة الحكم في المنطقة وأهدافه وإجراءات الأمن وحرية النقل والزيارة والرعوية وحماية الأماكن المقدسة، على أن يستمر هذا النظام بصورة أولية مدة 10 سنوات، تعود بعدها الأمم المتحدة إلى إعادة النظر فيه. وتناول القسم الرابع قضية الامتيازات والحصانات وما شابهها. أما تقرير الأقلية فيقترح قيام حكومتين، إحداهما عربية والأخرى يهودية، تتمتعان بالاستقلال الذاتي، على أن تتألف منهما دولة اتحادية باسم دولة فلسطين، ويتولى إدارة الشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية فيها مجلس اتحادي يتولى انتخاب رئيس الدولة الاتحادية، ويضع الدستور الواحد ويقرر الرعوية الفلسطينية الواحدة، ويعالج شؤون الهجرة إلى المنطقة اليهودية فقط. اللجنة السياسية الخاصة. وبدأت الجمعية العامة في 23 من أيلول سبتمبر مناقشة التقرير بشقيه، وقررت إحالته إلى اللجنة السياسية الخاصة التي قررت السماح في مستهل جلساتها لمندوبين أحدهما عربي والآخر يهودي بالكلام ومناقشة التقرير. وقد ألقى ممثل الهيئة العربية العليا خطابا مطولا شرح فيه القضية الفلسطينية من أصولها وما طرأ عليها من تطورات، وبين جوانب العدالة في حق العرب في بلادهم، وانتهى إلى رفض التقسيم ورفض الهجرة وقيام دولة يهودية في أي جزء من فلسطين، وأكد مطالبة العرب بقيام دولة فلسطينية واحدة على أسس ديمقراطية سليمة. وتحدث مندوب الوكالة اليهودية فشرح القضية من وجهة النظر الصهيونية، وأعلن قبوله بمشروع الأكثرية على أن تجرى بعض التعديلات عليه بضم الجليل الغربي ومنطقة القدس إلى حدود الدولة اليهودية، وأعلن استعداد القوات اليهودية المسلحة لملء الفراغ الذي سيحدثه جلاء الإنجليز فورا عن فلسطين. وتعاقب المتكلمون في الجلسات التي استمرت عدة أيام، وكان من أولهم الممثل الأمريكي
الذي تباكى على حالة اليهود وما يعانونه من اضطهاد، ومن على العرب بما لهم من دول مستقلة أصبحت أعضاء في الأمم المتحدة، وقال إن حكومته تؤيد مشروع الأكثرية وإن كانت تطالب ببعض التعديلات عليه لصالح العرب ليكون أكثر واقعية. وتحدث المندوب السوفيتي، ولأول مرة يتفق المندوب الأمريكي على اتجاه واحد، فعرض ما عاناه اليهود من آلام على أيدي النازية، وأشار إلى استحالة الاتفاق والتفاهم بين العرب واليهود، وانتهى إلى القول بأن حكومته تؤيد مشروع الأكثرية. وتعقب الوفود على الكلام وبان ضعف العرب في المنظمة الدولية لا بالنسبة إلى حقهم، فقد كان هذا الحق صارخا في وضوحه، وإنما بالنسبة إلى نفوذهم أمام النفوذ الأمريكي والسوفيتي مجتمعين، لا سيما وأن أمريكا قد أعلنت جهارا أنها ستكافح وتناضل لإقرار التقسيم وإقامة الدولة اليهودية. وعندما رأى العرب موقفهم هذا الضعيف وأنهم لا يقف بجانبهم غير ممثلي الدول الإسلامية والهند وهم قليلون، تقدموا بمشروع قرار إلى اللجنة الخاصة يقضي بإنشاء حكومة مركزية واحدة تتولى مؤقتا إدارة فلسطين كلها، على أن يتم الجلاء البريطاني عن البلاد بعد سنة واحدة من قيام هذه الحكومة التي تتولى إجراء انتخابات عامة لجمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور ديمقراطي للبلاد بكاملها على أساس وحدتها واستقلالها. ولكن مندوب بريطانيا أصر على القول بأن الجلاء سيتم في موعده المقرر، وأن حكومته لا توافق على استخدام جيوشها بأي صورة من الصور في تنفيذ أي مشروع. واقترعت اللجنة الخاصة على المشروع العربي المتقدم ذكره وتحت إصرار بريطانيا على إتمام الجلاء في موعده المقرر. وأمام إصرار أمريكا على تنفيذ خطة التقسيم سقط الاقتراح العربي، ولم يؤيده غير 12 دولة، هي الدول العربية وأفغانستان وإيران وباكستان وتركيا وكوبا وليبيريا، ورفضته 29 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وعندما شرع رئيس اللجنة في عرض مشروع الأغلبية على اللجنة السياسية الخاصة، دفع المندوبون العرب بعدم صلاحية المنظمة لفرض حل على شعب فلسطين دون مراعاة رغبته، وطالبوا بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية لإبداء رأيها القانوني فيها. فجرى الاقتراح في اللجنة على هذا الاقتراح العربي فسقط بالأغلبية. ثم اقترح العرب مجرد استشارة المحكمة في صلاحية المنظمة لفرض التقسيم دون استفتاء لأهالي فلسطين، ترعى على اقتراحهم هذا من جديد فسقط أيضا. ثم اقترع في اللجنة على مشروع الأغلبية ففاز، وبذلك انتقل إلى الجمعية العامة. ولما كان فوزه هناك يقتضي أغلبية الثلثين، فإن أمريكا بدأت مناوراتها مع الوفود المختلفة محاولة كسب هذه الأغلبية لمشروع التقسيم يوم أن يعرض للاقتراع. وأخيرا جاء اليوم الموعود، وذلك في 29 من نوفمبر عام 1947، حيث التأم شمل الجمعية العامة وطرح مشروع التقسيم على الاقتراع، فقبل بأغلبية 33 صوت مقابل 13 دولة عارضت، وامتنعت عن التصويت 10 دول. وكان من الدول التي أيدت التقسيم الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا وفنزويلا وأوروغواي وبوليفيا والبرازيل وإكوادور وهايتي وغواتيمالا والجمهورية الدومينيكان ونيكاراغوا وبنما وبيرو وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد والنرويج والدنمارك وليبيريا والاتحاد السوفيتي وروسيا البيضاء وتشيكوسلوفاكيا وأوكرانيا وبولندا، وهذه الخمس الأخيرة من دول الكتلة الشرقية، ثم الفلبين. وقد لعب نفوذ الولايات المتحدة دورا بارزا في إحراز هذه النتيجة، حتى لقد علم أن مندوبي بعض الدول التي صوتت إلى جانب التقسيم كان يشعر بوخز الضمير لقيامه بعمل يعتقد في خطئه، فقد نسبوا إلى مندوب كندا قوله
لقد أيدنا المشروع بقلوب مثقلة بالألم، مفعمة بالشكوك. وهكذا صدر قرار التقسيم والذي تحدثنا عن تفاصيله قبل قليل، ونورد هنا ديباجته إتماما للفائدة وإكمالا للصورة. الديباجة تقول: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن عقدت دورة خاصة بناء على طلب من الدول المنتدبة لتأليف لجنة خاصة تتولى بناء على تعليماتها إعداد العدة لدرس قضية الحكومة المقبلة لفلسطين في الدورة العادية الثانية، وبعد أن شكلت هذه اللجنة الخاصة وأوعزت إليها بتحري جميع القضايا والمسائل المتعلقة بمشكلة فلسطين وإعداد الاقتراحات اللازمة لحلها، وبعد أن تلقت ودرست تقرير اللجنة الخاصة الذي تضمن توصيات إجماعية ومشروعا للتقسيم مع اتحاد الاقتصادي أقرتهما غالبية أعضاء اللجنة، تعتبر أن الوضع الراهن في فلسطين قد يعرقل السعادة العامة ويضر بالعلاقات الودية بين الدول، وتأخذ علما بالبيان الصادر عن المملكة المتحدة والمتضمن خطتها في إنهاء جلائها عن فلسطين قبل الأول من آب أغسطس عام 1948، وتوصي المملكة المتحدة بوصفها الدولة المنتدبة على فلسطين كما توصي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتبني مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي وتنفيذه لتأمين حكومة فلسطين المقبلة على الشكل المذكور، وتطلب واحد من مجلس الأمن أن يتخذ الإجراءات اللازمة المنوهة عنها في المشروع للعمل على تنفيذه. 2، وأن يقرر المجلس ما إذا كانت الحالة في فلسطين في الفترة الانتقالية إذا اقتضى الأمر تشكل تهديدا للسلام، فإذا ما قرر وجود مثل هذا التهديد فعلا فإن عليه للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أن يكمل تفويض الجمعية العامة الممنوح للجنة الأمم المتحدة بموجب المادتين 39 و41 من الميثاق لممارسة الصلاحيات اللازمة لها للقيام بالأعمال الملقاة على عاتقها في فلسطين. 3، من مجلس الأمن أن يعتبر كل محاولة ترمي إلى تغيير التسوية التي حققها هذا القرار عن طريق القوى تهديدا للسلام وخرقا له وعملا عدوانيا بموجب المادة 39 من الميثاق. 4، إبلاغ مجلس الوصايا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه بموجب هذا المشروع، وتدعو جميع سكان فلسطين إلى اتخاذ الخطوات التي يرونها ضرورية من جانبهم لتنفيذ هذه الخطة، وتناشد جميع الحكومات والشعوب الامتناع عن القيام بأي عمل قد يعرقل أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات، وتخول الأمين العام دفع نفقات أعضاء لجنة الأمم المتحدة وأجور سفرهم وفق ما يراه مناسبا في الأوضاع الراهنة، وأن يؤمن لها العدد اللازم من الموظفين لتنفيذ الواجبات التي عهدت الجمعية العامة إليهم بتنفيذها. هذا عن كتاب قضايانا في الأمم المتحدة لمؤلفه الأستاذ خيري حماد. واللجنة التي وردت الإشارة إليها قد تضمن القرار تأليفها من بوليفيا وتشيكوسلوفاكيا والدنمارك وبنما والفلبين. ويلاحظ أن هيئة الأمم تحت حماسة أمريكا المتطرف لمشروع التقسيم قد ذهبت فيه مذهبا مشتطا حتى لكأنها تنوي تنفيذه بالقوة أو على أيسر تقدير بكل وسائل الضغط التي تحت يدها. وما ينبغي أن نظن أن أمريكا كانت متطوعة بهذا الحماس، فإنها في الحق كانت واقعة تحت ضغط شديد من الصهيونية العالمية ومن أصدقائها. ولقد ذكر الرئيس ترومان في مذكراته التي نشرتها مجلة لايف الأمريكية بعددها الصادر بتاريخ يناير عام 1956 مع نصه: أعتقد أن البيت الأبيض لم يتعرض في أي لحظة من اللحظات في تاريخه الطويل لما تعرضت له أنا من ضغط ودعاية في ذلك الحين، ولقد أزعجني وضايقني ذلك الإصرار الذي بدأ من عدد قليل من الزعماء الصهيونيين المتطرفين الذين تحفزهم الدوافع السياسية والذين لم يتورعوا عن التهديد السياسي.
وقال الشيخ فولبرايت أثناء مناقشة تتعلق بفلسطين في مجلس الشيوخ الأمريكي: إن هذا المشروع يعتبر بمثابة إكراه لأمريكا للوقوف إلى جانب أحد الفريقين في النزاع العربي الإسرائيلي، ويعود السبب الرئيسي في تقديم هذا المشروع إلى وجود فئات تضغط في الولايات المتحدة وهي تحاول أن تقحم النزاع العربي الإسرائيلي في سياستنا الداخلية. وفي مثل هذا الوضع الدولي الدقيق الذي يسود العالم اليوم، يجد 180 مليونا من الأمريكيين أن سياسة بلادهم الخارجية واقعة تحت تأثير جماعات غير مسؤولة تمثل الأقلية، ولا يمكن للرئيس أن يسير بسياستنا في الشرق الأوسط في مثل هذه الظروف. ولقد شهدنا في السنوات الأخيرة نشوء منظمات لم تكرس نفسها لأمريكا وإنما إلى الدول والجماعات الأجنبية، وقد تردى سير السياسة الخارجية الأمريكية بسبب هذه التطورات ترديا خطيرا. ولا ريب في أن سياستنا الخارجية أكثر أهمية بالنسبة إلى أمننا القومي الشامل من أن تغدو أداة مسخرة في أيدي أقليات يقوم رجال الكواليس من أبنائها بالوقوف أمام قاعات الكونغرس لحث أعضائه على اتباع إجراءات ذات نفع للمصالح الخاصة ومؤدية إلى نتائج مفجعة للبلاد كلها. هذا ما قاله فولبرايت عن مشروع التقسيم وموقف بلاده منه. وفي الحق إن أقوال المسؤولين الأمريكيين في ضغط الصهيونية العالمية على أساساتهم وتلوينها لسياستهم الخارجية والداخلية كثيرة، وهي في جملتها تعبر عن نفوذ الصهيونية العالمية وعن مبلغ الخطر الذي تتهدد به أمن العالم أجمع وسلامه. مقاومة التقسيم: لم يمضي غير يومين على اتخاذ قرار التقسيم حتى شبت الحرب بين العرب واليهود في فلسطين، وعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا في القاهرة في 8 من ديسمبر عام 1947، حضره رؤساء وزارات الدول العربية، وأصدر بيانا استنكر فيه قرار التقسيم، ولم يتخذ قرارا إيجابيا بالمقاومة، ولكن أهل فلسطين من العرب قد دخلوا في مقاومة مسلحة. وأمام هذه المقاومة أوشكت اللجنة الدولية التي عهد إليها بالإشراف على تنفيذ قرار التقسيم أن تعلن يأسها وفشلها في مهمتها. وعندها سارعت بريطانيا والولايات المتحدة إلى دعوة مجلس الأمن للإنعقاد لبحث الحالة المضطربة في فلسطين. وحين انعقد المجلس أدلى رئيس اللجنة الدولية أمامه بشهادة أكد فيها استحالة العمل وسط العنف القائم يومئذ في فلسطين، واقترح إحدى خطتين لمعالجة الحالة، إحداهما إرسال جيش دولي لتنفيذ التقسيم بالقوة، أو ثانيتهما إهمال مشروع التقسيم إهمالا نهائيا. وهنا بادرت أمريكا على لسان مندوبها في مجلس الأمن فقررت أنها لم تعد ترى التقسيم ممكنا وعمليا، وأنها تقترح الآن وضع فلسطين مؤقتا تحت الوصاية الدولية. وأما القضية فإنها ترى إعادتها إلى الأمم المتحدة، وتبعا لذلك فهي تقترح دعوة الفريقين إلى هدنة لتمكين الأمم المتحدة من معالجة القضية الفلسطينية على أسس جديدة. وقد كان ذلك من أمريكا في اليوم 19 من شهر فبراير عام 1948، وفي اليوم 5 من شهر مارس عام 1948 قرر مجلس الأمن دعوة أعضائه 5 الدائمين للتشاور وتقديم توصياتهم لمجلس الأمن بكامل هيئته في ظرف 10 أيام. وعاد المجلس فقرر في اليوم 1 من شهر أبريل دعوة الهيئة العربية العليا والوكالة اليهودية إلى إفادة مندوبين عنهما إلى المجلس لتنظيم عقد هدنة بينهما، كما طلب من قوات الفريقين إيقاف أعمال العنف فورا. ثم صرف المجلس للنظر في توصيات أعضائه 5 الدائمين، فقرر بناء عليها دعوة الجمعية العامة إلى جلسة استثنائية لإجراء دراسات أخرى فيما يخص مستقبل الحكم في فلسطين.
وفي اليوم 16 من شهر أبريل انعقد شمل الجمعية العامة بنيويورك في دورة استثنائية استمرت حتى اليوم 14 من شهر مايو. وقد كان يبدو أن أمريكا قد انصرفت عن مشروع التقسيم لاستحالة تنفيذه واستبداله مؤقتا بفكرة الوصاية الدولية، وأغلب الظن أنها كانت تتظاهر بذلك لتستطيع فرض الهدنة على العرب وتوقف أعمال العنف. وكانت بريطانيا وهي دولة الانتداب تعين شركة أمريكا في هذه المحاولة بنفوذها في فلسطين وبنفوذها على الجامعة العربية. وقد استلم اليهود في هذه الأثناء المراكز الاستراتيجية وتسلحوا واستعدوا لفرض وجودهم بقوة السلاح. وفي 17 من شهر أبريل اتخذ مجلس الأمن قرارا بدعوة جميع المنظمات والأشخاص في فلسطين إلى وقف أعمال العنف والإرهاب والتدمير والحيلولة دون وصول مسلحين وقوات غير نظامية إلى البلاد، ووقف استيراد الأسلحة والتوقف عن أي نشاط سياسي حتى تتم إعادة النظر في مستقبل البلاد السياسي، والتعاون مع السلطات البريطانية المنتدبة في الحفاظ على القانون والنظام وفي تمكينها من أداء الخدمات اللازمة للآهلين في البلاد. وفي اليوم 23 من نفس الشهر اتخذ المجلس قرارا بتأليف لجنة للهدنة بفلسطين تضم قناصل الدول الأعضاء في المجلس على أن يكون مركزها في القدس، وقد اعتذرت سوريا وكانت يومئذ عضوا بالمجلس عن القيام بهذه المهمة، وطلب من هذه اللجنة أن تقدم تقريرا لرئيس المجلس في غضون 4 أيام. وفي اليوم 26 من نفس الشهر اتخذت الجمعية العامة قرارا بتكليف مجلس الوصاية أن يتخذ الإجراءات المناسبة بالتشاور مع حكومة الانتداب والفرقاء المعنيين لحماية مدينة القدس وسكانها، ثم يتقدم بتقرير لمجلس الأمن في أقرب فرصة ممكنة. ثم حل اليوم 14 من شهر مايو عام 1948، فأنهت فيه بريطانيا انتدابها على فلسطين، وأعلنت فيه دولة إسرائيل قيامها رسميا، واختتمت الجمعية العامة دورتها الاستثنائية، وأعلنت الولايات المتحدة على لسان رئيسها ترومان اعترافها بقيام دولة إسرائيل على الجزء الذي يخصها حسب قرار التقسيم من أرض فلسطين. وهذه المبادرة بالاعتراف بدولة إسرائيل من جانب الولايات المتحدة هي من الدلائل على أن أمريكا لم تكن إلا مراوغة حين ادعت أنها تفكر في الإخلاع عن تأييد القرار الذي اتخذ بالتقسيم، واتجهت نحو الوصاية الدولية على فلسطين مؤقتا. وأغلب الظن أن غرض المراوغة هو فرض الهدنة بين العرب واليهود كما قلنا آنفا، ثم إتاحة الفرصة لعامل الزمن ليعمل في إعداد اليهود ليقوموا بالدور المطلوب إليهم القيام به في وجه العنف العربي. وقد كان اليهود منظمين وكانوا مسلحين، ولكنهم ازدادوا بمساعدة بريطانيا وبمساعدة أمريكا تنظيما وتسليحا، واستعدوا ليوم يفرضون فيه وجودهم بعد جلاء قوات الانتداب. ومهما يكون من الأمر فإن الجمعية العامة لم تختتم دورتها الاستثنائية تلك في اليوم 14 من شهر مايو عام 1948 إلا بعد أن اتخذت قرارا يقضي بتأييد الهدنة وبتعيين وسيط للأمم المتحدة، أسند أمر اختياره إلى لجنة مكونة من الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن تكون مهمته الأساسية تأمين الخدمات المشتركة في فلسطين وضمان حماية الأماكن المقدسة وإيجاد وضع سلمي في البلاد. وقد وقع اختيار اللجنة المذكورة هذه على الكونت فولكا برنادوت رئيس جمعية الصليب الأحمر السويدي ليتولى دور الوسيط. الحرب بين العرب واليهود. وفي اليوم التالي وهو 15 من شهر مايو عام 1948 دخلت الجيوش العربية إلى أرض فلسطين ودارت معارك ووقع قتال، وكان العرب من أهل المدن التي احتلها اليهود أو التي تعرضت لخطر احتلالهم،
قد خرجوا منها هائمين على وجوههم ينشدون الأمان في الدول العربية المجاورة، وقد خلفوا كل شيء وراءهم من الهلع والفزع، وبعد أن رأوا ما حاق بإخوانهم من فظائع الصهيونيين وإرهابهم في أماكن كدير ياسين وصلاح الدين وغيرهما. ومن هؤلاء تشكلت جمهرة اللاجئين الذين لا يزالون إلى يوم الناس هذا يهيمون على وجوههم في أرض الله، ويبلغ عددهم المليون بل يزيدون، ويقطنون الخيامة، فكأنهم يمثلون الدور الذي مثله من قبل بنو إسرائيل في تيه سيناء في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، ولكنهم بلا من ولا سلوى، وإنما هم يعيشون على ما تجود به عليهم أريحية دول المنظمة العالمية تحت إشراف وكالة الإغاثة الدولية. على كل حال، فإن القتال استمر بين الجيوش العربية واليهود، وفي اليوم 22 من شهر مايو اتخذ مجلس الأمن قرارا بدعوة جميع الدول المعنية إلى التوقف عن الأعمال الحربية في ظرف 36 ساعة، ولكن أحدا لم يستجب، فعاد المجلس ثانية واتخذ في 29 قرارا ثانيا بإعلان الهدنة المؤقتة في فلسطين لمدة 4 أسابيع، على أن يراعى في هذه الفترة الحفاظ على الوضع العسكري الراهن عند إعلانها بالنسبة إلى القوات والسلاح، وأن يقوم الوسيط الدولي بمساعدة مراقبين يعينون لهذه الغاية بالإشراف على تطبيق الهدنة واحترام نصوصها. وهدد المجلس باتخاذ الإجراءات التي ينص عليها الفصل 7 في ميثاق الأمم المتحدة، فاستجابت إسرائيل والعرب للنداء، وأعلنت الهدنة في اليوم 11 من شهر يونيو. وبالطبع قد كانت هذه الهدنة في مصلحة إسرائيل، فإنها استطاعت في أثنائها بعد أن عرفت قوة الجيوش العربية المحدقة بها أن تأخذ للأمر أهبته في حالة عودة القتال من جديد. وليس هناك شك في أنها استطاعت بمساعدة أصدقائها أن تسد النقص في سلاحها رغم الرقابة المفروضة على دخول الأسلحة. وفي اليوم 7 من يونيو وقبل انتهاء الهدنة بيومين 2، اتخذ مجلس الأمن قرارا جديدا يطلب فيه من الفرقاء المختصين تمديد الهدنة بصورة مبدئية إلى أي مدى قد يتم الاتفاق عليه بالتشاور مع الوسيط الدولي، ولكن الدول العربية لم تستجب لهذا القرار، فاستؤنف القتال في اليوم 9 من يونيو عام 1948، ولكن الدائرة بدأت تدور على العرب، وتقدمت إسرائيل وأخذت تحتل عددا من المناطق الخارجة عن الرقعة التي كانت مخصصة لها حسب قرار التقسيم. الهدنة. وفي اليوم 25 من شهر يوليو اجتمع مجلس الأمن وأصدر قرارا فرض فيه الهدنة بموجب المادة 7 من الميثاق، وأمر جميع الحكومات والسلطات المعنية بوقف العمليات الحربية ووقف إطلاق النار فورا. وأعلن المجلس في قراره أن رفض الإذعان لهذا الأمر يعتبر خرقا للسلام، وسيوجب ردعا فوريا للمعتدي على مقتضى الإجراءات التي نص عليها الميثاق. وفي نفس الشهر أصدر المجلس قرارا آخر أبلغه للدول المعنية، وهو ينص على أن كل خرق للهدنة من قبل الأفراد أو الجماعات من نظامية أو غير نظامية سيعتبر خرقا من الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد أو الجماعات أو يعملون من أرضها. وفي اليوم 17 من شهر سبتمبر، وفي الجزء التابع لإسرائيل من مدينة القدس، أطلقت النار على وسيط هيئة الأمم المتحدة الكونت برنادوت وعلى رئيس المراقبين الفرنسيين العقيد أندري سيرو، فقتلا في الحال. واتخذ المجلس في اليوم التالي قرارا أعرب فيه عن أسفه لهذا الحادث، وانتدب الدكتور رالف بونش ليقوم بأعمال الوسيط. وكان الدكتور رالف بونش من رجال الأمان العامة للأمم المتحدة ولا يزال. وفي النصف الثاني من شهر أكتوبر استؤنف القتال في منطقة النقب على إثر عدوان من جانب إسرائيل، واستمر إلى فترة ثم توقف في شهر ديسمبر بعد عدة قرارات اتخذها مجلس الأمن دعا فيها إسرائيل ومصر إلى إصدار الأمر بوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق.
وفي هذا الوقت كانت إسرائيل قد احتلت قسما كبيرا من الأراضي العربية التي أفادها مشروع التقسيم الأصلي للعرب مثل الجليل الغربي والنقب، وتمت الهدنة والأمر على ما هو عليه، وقد سوغت إسرائيل هذه الأرض العربية. فقد جرت مفاوضات الهدنة بين مصر وإسرائيل في رودس، وقد تم توقيع شروطها بينهما في 24 من شهر فبراير عام 1949، ثم في رأس النافورة. وفي 23 من شهر مارس في تلك السنة تم التوقيع على شروط الهدنة بين إسرائيل ولبنان، ثم الأردن مع إسرائيل في رودس في اليوم 3 من أبريل. وقد تمكنت إسرائيل بموجب اتفاق هذه الهدنة مع الأردن من الحصول على نحو من 400 كيلومتر مربع من أخصب الأراضي العربية وأجودها، وتضم فوق ذلك بعض المواقع الاستراتيجية التي كانت تهدد كيان إسرائيل. ثم في 20 يونيو تم التوقيع على شروط الهدنة بين سوريا وإسرائيل، وذلك على الحدود بينهما. ثم إن مصر تسلمت قطاع غزة، وتحركت الأردن في فلسطين الشرقية حتى وصلت إلى القدس، وكانت إسرائيل تحتفظ بجزء من هذا الإقليم. ومن يومئذ رسخت الهدنة إلا قليلا. مشكلة اللاجئين. وبعد ذلك عادت قضية فلسطين إلى الظهور من جديد في جدول أعمال الدورة الثالثة للأمم المتحدة التي أحالتها إلى لجنتها السياسية الخاصة، وكانت قضية اللاجئين هي محور الاهتمام هذه المرة. وبوصول القضية إلى هذه المرحلة أصبح قيام دولة إسرائيل أمرا واقعا، وأصبحت القضية الفلسطينية في إطارها الأصلي قضية مجمدة في المنظمة العالمية. وقد ظهر ذلك بوضوح في الأعوام التي تلت هذه المرحلة، حيث لم تعد قضية فلسطين متمثلة في شيء غير قضية اللاجئين. ومهما يكون من شيء، فإن الجمعية العامة في اليوم 19 من شهر نوفمبر قد اتخذت قرار بتأسيس وكالة دولية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وتعيين مدير عام لها، وإنشاء صندوق خاص بها لجمع التبرعات لأعمال الإغاثة. وكان هذا القرار من الجمعية العامة استجابة لتوصيات للكون برنادوت، تركها في آخر تقرير له أعده قبيل وفاته. وكانت تتعاون مع هذه الوكالة في أعمال إغاثة نحو 500,000 لاجئ، منظمة الصحة الدولية ومنظمة الزراعة الدولية ومنظمة اللاجئين الدولية وصندوق الطوارئ الدولي للأطفال، بالإضافة إلى غير هذه من المنظمات والوكالات الدولية، كل يسهم بنصيبه وفي ميدانه من تقديم المؤن والخبرة الفنية والخدمات الأخرى. لجنة التوفيق الدولية. وفي اليوم 11 من شهر ديسمبر عام 1948 اتخذت الجمعية العامة قرارا يعتبر الثاني في الأهمية بعد قرار التقسيم الأصلي الذي أسلفنا الحديث عنه في شيء من التفصيل. وأهمية هذا القرار تجيء من كونه تناول مواضيع في مقدمتها قضية عودة اللاجئين وتعويضهم وتأليف لجنة التوفيق الفلسطينية وصلاحياتها. وقد تضمن هذا القرار بعد الديباجة 15 مادة، ونحن نرجع في تلخيصها إلى كتاب قضايانا في الأمم المتحدة لمؤلفه خير حماد. يقول الأستاذ خير حماد من صفحات 177 178 179: المادة الثانية تقرر الجمعية العامة تأليف لجنة دولية للتوفيق من 3 أعضاء تقوم بالمهام التالية: ألف، تتولى وفق ما تراه ضروريا بالنسبة إلى الظروف الراهنة المهام التي أنيطت بوسيط الأمم المتحدة بموجب القرار 186/25 الصادر في 14 أيار مايو 1948. ب، تقوم بتنفيذ جميع المهام المعينة والتوجيهات التي قد تصدر إليها من الجمعية العامة أو مجلس الأمن. جيم، تتولى بطلب من مجلس الأمن أي من الواجبات المسندة حاليا إلى وسيط الأمم المتحدة أو إلى لجنة مراقبة الهدنة بموجب قرارات المجلس السابقة. وفي حالة انتقال جميع مهام الوسيط الدولي إليها يلغى هذا المنصب.
وقد نصت المادة الثالثة على أن يقوم الأعضاء الدائمون الخمسة باختيار أعضاء لينة التوفيق، فتم اختيارهم ليمثلوا فرنسا وتركيا والولايات المتحدة في نفس اليوم. المادة الخامسة تطلب من جميع الحكومات والسلطات المعنية بعد أن طلبت المادة الرابعة من اللجنة أن تبدأ اتصالاتها فورا بالفرقاء المعنيين، أن توسع من مجال المفاوضات التي نص عليها قرار مجلس الأمن في 16 من تشرين الثاني نوفمبر للوصول إلى اتفاق عن طريق مفاوضات تجري إما بواسطة لجنة التوفيق أو مباشرة مستهدفا التسوية النهائية لجميع القضايا المعلقة بينهم. المادة السابعة تقرر وجوب حماية جميع الأماكن المقدسة وبينها الناصرة والأبنية والمواقع الدينية في فلسطين، وتؤمن لها حرية المرور طبقا للحقوق الراهنة والأعراف التاريخية، وتكون الترتيبات المحققة لهذه الغاية تحت إشراف الأمم المتحدة الفعال، وتطلب إلى اللجنة أن تقدم إلى الدورة العادية الرابعة للجمعية العامة اقتراحاتها التفصيلية لإقامة نظام دولي دائم لمنطقة القدس، على أن تتضمن هذه الاقتراحات التوصيات المتعلقة بالأماكن المقدسة في تلك المنطقة. أما بالنسبة إلى الأماكن المقدسة فيما تبقى من فلسطين، فتطلب اللجنة إلى السلطات السياسية في المناطق المعنية لتقديم الضمانات الرسمية اللازمة لحماية الأماكن المقدسة والمرور إليها، على أن تقدم هذه التعهدات إلى الجمعية العامة للمصادقة عليها. ونصت المادة الثامنة على تحديد منطقة القدس حسب قرار التقسيم، وعلى وضعها تحت إشراف الهيئة الدولية مباشرة، كما نصت المادة التاسعة على السماح بحرية المرور لجميع سكان فلسطين إلى الأماكن المقدسة في الفترة التي ستنقضي قبل الوصول إلى الاتفاقات النهائية. ونصت المادة العاشرة على تسهيل التطور الاقتصادي للمنطقة واتخاذ الإجراءات لاستخدام الموانئ والمطارات ووسائل النقل والمواصلات. المادة الحادية عشرة تقرر الجمعية العامة أن من الواجب السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بهذه العودة في أقرب موعد عملي، وأن يدفع التعويض عن الأملاك إلى أولئك الذين يختارون عدم العودة، وعما لحق بالممتلكات من ضياع أو ضرر طبقا لمبادئ القانون الدولي ومبادئ العدالة أو إصلاحها من قبل الحكومات والسلطات المسؤولة. وتوعز إلى لجنة التوفيق بتسهيل العودة والاستيطان وإعادة الكيان الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة إلى اللاجئين ودفع التعويضات والحفاظ على أمتن الصلات مع مدير وكالة الإغاثة وعن طريقه مع أجهزة الأمم المتحدة المناسبة ووكالاتها. وتنص المادة الثانية عشرة على تخويل لجنة التوفيق الدولية صلاحية تعيين الهيئات الفرعية وتوظيف الخبراء الفنيين الذين يعملون تحت إشرافها لتمكينها من أداء واجباتها. المادة الرابعة عشر تدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى التعاون مع لجنة التوفيق واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمساعدة في تنفيذ هذا القرار، ولم ينفذ من هذا القرار شيء، كما لم ينفذ من قرار التقسيم شيء، وإنما كانت فرصة سانحة لنقل قضية فلسطين كما أسلفنا بذلك القول من إطارها الأصيل إلى أن تظهر وكأنها قضية لاجئين، وبذلك رسخت أقدام إسرائيل. وقد اتخذت الجمعية العامة في اليوم الحادي عشر من شهر مايو عام 1949 قرارا يقضي بقبول إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة، وينص القرار في ديباجته على أن إسرائيل قد تعهدت باحترام التزاماتها تجاه ميثاق الأمم المتحدة منذ قيامها أي في الرابع عشر من أيار مايو عام 1948، كما ينص على التذكير بقراري 29 تشرين الثاني نوفمبر عام 1947 قرار التقسيم، والحادي عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1948 قرار إعادة اللاجئين، وهكذا أصبحت إسرائيل عضوا في النادي الدولي. الفصل السادس ترسيخ قواعد إسرائيل.
في ليلة 14 من شهر مايو عام 1948 أعلنت دولة إسرائيل قيامها في الجزء الذي خصصه لها قرار التقسيم من أرض فلسطين، ولم يمض على هذا الإعلان إلا دقائق قلائل حتى ابتدرت الولايات المتحدة الاعتراف بها، وتابعها في ذلك معظم الدول وفي مقدمتها الاتحاد السوفيتي وبريطانيا. ومن يومئذ أصبح كل وقت يمر وكل عمل يعمل، سواء كان من جانب المقاومة العربية أو من جانب المساعدة الغربية، يساعد في ترسيخ قواعد دولة إسرائيل في أرض فلسطين. كل اشتباك تم بين العرب وإسرائيل لا يكاد يبدأ حتى يتوقف، ويتوقف بالتدخل من مجلس الأمن يصادف ترددا من العرب وضعفا وميلا إلى الهدنة، وكل اشتباك يتوقف يقوي إسرائيل، فلكأنه يكون لها بمثابة المبيد الذي يعطى في مقادير أقل من الجرعة القاتلة، فهو يقوي ولا يقتل ويعطي مناعة فوق ذلك. وكل هدنة تعقب أي اشتباك تستثمرها إسرائيل في زيادة التدريب وزيادة التسليح وزيادة استدرار العطف الإنساني العام، ويبددها العرب في التنابذ بالألقاب وفي توزيع الاتهامات بينهم. ثم إن بقي وقت سعى بعض عقلائهم فاقترح إخاف الشتائم من أجل ضم الصف العربي، فإذا تم اشتباك جديد يخرق الهدنة من جانب إسرائيل، وهو أمر كثير ما يحدث، أو من جانب العرب، تقدمت إسرائيل في أرض جديدة من أرض العرب. وعندما يتوقف القتال بعد زمن قصير في العادة، تكون إسرائيل قد وقفت فوق الأرض الجديدة التي اكتسبتها في آخر جولة. وهذه صورة تضطرد ولا تتخلف حتى بلغت مداها في الحرب المشؤومة الأخيرة، وحتى أصبح العرب يتحدثون طوال وقتهم عن إزالة آثار العدوان بجلاء قوات إسرائيل عن أرض العرب. وقد أصبح الآن بينهم وبين قضية فلسطين في إطارها الحقيقي مرحلتان، مرحلة إزالة آثار العدوان ثم مرحلة اللاجئين الذين ظلوا لمدة طويلة هما المظهر الوحيد الذي يطالع العالم من قضية فلسطين، كما أسلفنا القول في ذلك. أما قضية فلسطين المتمثلة في وجود إسرائيل في أرض فلسطين كما كانت في أول عهدها، فذلك أمر قد غاب حتى عن أذهان العرب حين تبدو لهم الحقائق فتخرجهم عن أحلام اليغظة. والدليل على هذا القول يلتمس في أن العرب اليوم ينتظرون الحل السياسي من مجلس الأمن تارة، ومن الجمعية العامة تارة أخرى. وفي الجمعية العامة فإن دولة إسرائيل عضو، مثلها في ذلك مثل أي واحدة من الدول العربية. وقد ختمنا الفصل الخامس من هذا الكتاب بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة بقبول إسرائيل في العضوية بعد عام واحد من قيامها، وفي ذلك القرار تذكير بقرار التقسيم وقرار إعادة اللاجئين. وفي الحق إن كل قرارات مجلس الأمن منذ ذلك اليوم الذي اتخذ فيه قرار التقسيم كانت ترمي إلى ترسيخ قواعد دولة إسرائيل. ففي اليوم 11 من شهر أغسطس من عام 1949، أي بعد 3 أشهر من قرار قبول إسرائيل في هيئة الأمم، اتخذ المجلس قرارا يقضي بحث الفرقاء المعنيين على التفاوض لتحقيق تسوية نهائية للصلح، إما مباشرة أو عن طريق لجنة التوفيق. فالحديث عن المفاوضة المباشرة التي تتحدث عنها إسرائيل في هذه الأيام ليس جديدا، وإنما هو شطر من قرار صدر منذ ما يقرب من 20 عاما. ثم أصدر مجلس الأمن قرارا في اليوم 8 من ديسمبر عام 1949، وهو ينص على إقامة وكالة للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مع إيجاد مجلس استشاري لها يتولى تقديم المشورة إلى المدير العام للوكالة. ونص القرار على أن مهمة الوكالة القيام بأعمال إغاثة اللاجئين وإعداد المشاريع لتشغيلهم بالتعاون مع الحكومات المحلية، كما طلب من المدير العام تقديم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة. فكأن هذا القرار يرمي إلى امتصاص اللاجئين في المواطن التي يكونون بها بعد أن ظهر واضحا العجز عن إعادتهم إلى وطنهم وتعويضهم عن ممتلكاتهم، مع إن قرارا قد اتخذ بذلك. وفي الاتجاه إلى تشغيل اللاجئين بالتعاون مع الحكومات المحلية، بالطبع مساعدة لإسرائيل،
التي أصبحت ترفض الإذعان لقرار الإعادة هذا، وتربط بين الإعادة والحل النهائي للمشكلة. يحدثنا السيد خيري حماد من كتابه قضايانا في الأمم المتحدة عن هذا الأمر، فيقول: تألفت لجنة التوفيق الدولية منذ عام 1948، وقد لجأت منذ إنشائها إلى كل ما وسعها من سبل، وإن كنت أشك في صدقها، لتحقيق قرارات الأمم المتحدة، وقد بدأت عقد جلساتها في آذار مارس عام 1949، فاستمعت إلى ممثلي اللاجئين وإلى مندوبي الدول العربية، ثم سافرت إلى تل أبيب حيث اجتمعت إلى السلطات الإسرائيلية، وانتقلت بعد ذلك إلى لوزان حيث طلبت إلى الفرقاء المعنيين إيفاد ممثليهم إليها للشروع في المفاوضات، وتم التوقيع في 12 أيار مايو عام 1949 على بروتوكول لوزان الذي اتخذ من قرار التقسيم قاعدة للمباحثات، وبين أن غرضه الوصول في أسرع وقت ممكن إلى الأهداف التي حددها قرار 11 من كانون الأول عام 1948 بالنسبة إلى اللاجئين واحترام حقوقهم والحفاظ على ممتلكاتهم. وقد وقعت إسرائيل على هذا البروتوكول، ولكنها ما لبثت أن تنكرت لتوقيعها ورفضت إعادة اللاجئين، فمني المؤتمر بالفشل، وعادت اللجنة إلى الاجتماع في نيويورك في صيف العام نفسه، واتصلت بالوفود العربية ووفد إسرائيل، ولكن المحادثات منيت بالفشل أيضا بسبب إصرار إسرائيل على موقفها من عودة اللاجئين. وانتقلت اللجنة إلى جنيف حيث دعت الفرقاء المعنيين للاجتماع بها من جديد، واستمرت المحادثات طيلة صيف عام 1950 دون أن تسفر عن نتيجة، وارتحلت إلى ليكسكس في خريف العام نفسه، واتصلت بالوفود العربية ووفد إسرائيل، ولكن المحادثات لم تكلل بالنجاح بسبب إصرار إسرائيل على موقفها. وقامت بمحاولتها الأخيرة في باريس، فعقدت اجتماعات في شهر أيلول سبتمبر عام 1951، استمرت أكثر من شهرين ولكن دون جدوى بسبب تعنت إسرائيل، فرفعت في نهاية العام نفسه تقريرا إلى الجمعية العامة، هو العاشر من نوعه، وأعربت فيه عن اعتقادها بأن الفريقين لا يرغبان في تثبيت دعائم الاستقرار في فلسطين عن طريق تنفيذ مقررات الجمعية العامة تنفيذا كاملا، وأعربت عن تعذر مضيها في عملها، وأكدت في ختام تقريرها أنها لم تستطع إحراز أي تقدم في أداء المهمة التي عهدت الجمعية العامة إليها بالقيام بها. ويحدثنا في ذلك المستر هارولد كورلاندر في كتابه الأمم المتحدة، ترجمة الأستاذ عبد الفتاح المنياوي في الصفحة 240، فيقول: وقد ظلت الأمم المتحدة عاجزة عن الجمع بين الطرفين في سبيل الوصول إلى اتفاق دائم بينهما، وكانت إسرائيل تعبر عن رغبتها في أن تتفاوض في سبيل الوصول إلى اتفاقية نهائية تقر السلم، ولكن الدول العربية ظلت تنكر وضع دولة إسرائيل من الناحية القانونية، كما كانت تطالب دائما بعودة اللاجئين إلى بلادهم وبتعويضهم كشرط أساسي قبل الوصول إلى أي اتفاق، ولكن إسرائيل من جانبها ظلت تعارض دائما في إمكان السماح بعودة العرب إلى وطنهم عودة شاملة، على أساس أن إجراء كهذا سوف يهدد كيانها وأمنها وسلامتها، على الرغم من أنها في الوقت نفسه كانت تشجع حركة هجرة اليهود على الدوام من أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط. أرجو أن يتأمل القارئ عبارات: وكانت إسرائيل تعبر عن رغبتها في أن تتفاوض في سبيل الوصول إلى اتفاقية نهائية تقر السلم، ولكن الدول العربية ظلت تنكر وضع دولة إسرائيل من الناحية القانونية، كما كانت تطالب دائما بعودة اللاجئين إلى بلادهم وبتعويضهم كشرط أساسي قبل الوصول إلى أي اتفاق، ولكن إسرائيل من جانبها ظلت تعارض دائما في إمكان السماح بعودة العرب إلى وطنهم عودة شاملة، على أساس أن إجراء كهذا سوف يهدد كيانها وأمنها وسلامتها. أرجو أن يتأمل القارئ عبارات: وكانت إسرائيل تعبر عن رغبتها في أن تتفاوض في سبيل الوصول إلى اتفاقية نهائية تقر السلم، ولكن الدول العربية ظلت تنكر وضع دولة إسرائيل من الناحية القانونية،
كما كانت تطالب دائما بعودة اللاجئين إلى بلادهم وبتعويضهم كشرط أساسي قبل الوصول إلى أي اتفاق. ولكن إسرائيل من جانبها ظلت تعارض دائما في إمكان السماح بعودة العرب إلى وطنهم عودة شاملة، على أساس أن إجراء كهذا سوف يهدد كيانها وأمنها وسلامتها. فكان إسرائيل تدعو إلى التفاوض وهو لغة العصر والعرب يرفضونه، وإسرائيل تدعو إلى السلم وهو لغة العصر وحلمه والعرب يرفضونه. حجتهم في الرفض إنكارهم وضع دولة إسرائيل من الناحية القانونية. فأي قانون يعنون؟ أهو القانون الدولي الذي تقوم عليه دول العالم اليوم؟ أم هل هو قانون آخر تناهضه جميع هذه الدول؟ فإن كانت الأولى فإن جميع دول العالم اليوم حتى أصدقاء العرب ليسوا ضد بقاء إسرائيل كدولة، وهم جميعا يؤيدون ويؤكدون حق كل دولة في الحياة بسلام وأمن واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، ولا يستثنون من ذلك دولة إسرائيل. وإن كانت الثانية فإن تطبيق هذا القانون الذي يعطيهم حق محو دولة إسرائيل من الوجود في أرض فلسطين يتطلب وضع القوة بإزاء دول العالم لا بإزاء إسرائيل وحدها. والعرب عاجزون عن إبداء هذه القوة بدليل أنهم انهزموا 3 مرات في 3 حروب، وبدليل أنهم اليوم يسعون إلى الحل السياسي بين مجلس الأمن والجمعية العامة. فهم إذن بموقفهم هذا لا يزيدون على أن يظهروا بين الدول العالم بمظهر الجهل وعدم المعقولية وقلة التفكير، مما يزيد في ترسيخ أقدام إسرائيل وقد فعل. ثم هم مع موقفهم هذا يطالبون بعودة اللاجئين وبتعويضهم كشرط أساسي قبل الوصول إلى أي اتفاق، وترفض إسرائيل إعادة اللاجئين إلى بلادهم قبل تسوية السلم بدعوى أنهم قد يكونون طابورا خامسا يعمل على تهديد سلامتها من الداخل ما دامت البلاد العربية في حالة حرب معها. وهكذا تظهر إسرائيل بمظهر التعقل وتقول كلاما يفهمه الناس، وينفرد العرب بموقف الجهالة والبعد عن المعقول، وهم بذلك يزيدون من ترسيخ أقدام دولة إسرائيل. وفي مؤتمر القمة الذي جمع زعماء العرب بالخرطوم في أوائل شهر سبتمبر من هذا العام اتخذ قرار يقول: ثالثا، اتفق الملوك والرؤساء على توحيد جهودهم في العمل السياسي على الصعيد الدولي والدبلوماسي لإزالة آثار العدوان وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية المعتدية من الأراضي العربية المحتلة بعد عدوان 5 يونيو، وذلك في نطاق المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الدول العربية، وهي عدم الصلح مع إسرائيل أو الاعتراف بها وعدم التفاوض معها والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه. وهذا القرار وحده يكفي لدمغ الزعمات العربية بالجهل بصورة لا رجعة فيها، فهم يتحدثون عن الحل السياسي والدبلوماسي على الصعيد الدولي ويعلنون في نفس الوقت عدم الصلح مع إسرائيل، فكأنهم يريدون أن يقولوا لدول العالم في المنظمة العالمية: نريد منكم أن تساندونا في مطالبة إسرائيل لتجلو عن أرضنا التي احتلتها في حرب 5 يونيو وترجع إلى مواقعها قبل تلك الحرب، ثم تنتظرنا هناك ريثما نجمع قواتنا بالصورة الكافية التي تمكننا من أن نرمي بها في البحر. بمثل هذا التفكير عجز العرب عن أن يصلوا إلى حل عسكري وعلى أن يصلوا إلى حل دبلوماسي، وأسوأ من ذلك ظهروا في نظر العالم بمظهر الداعي إلى الحرب، ومكنوا لإسرائيل من أن تظهر بمظهر الداعي إلى السلام، هذا مع إنها تحسن الحرب أكثر مما يحسنونها، وقد استفادت منها دائما وخسروا فيها دائما. وهذا التفكير أو قل عدم التفكير من جانب العرب زاد في ترسيخ أقدام دولة إسرائيل أكثر من أي عمل آخر قامت به إسرائيل لنفسها أو قام به لها أصدقاؤها في أنحاء العالم. دولة إسرائيل قديمة،
فإذا كانت جميع العوامل تعمل لترسيخ قواعد إسرائيل حتى العرب كما بينا آنفا، فإنما ذلك لأن دولة إسرائيل قديمة، وقيامها يوم 14 مايو من عام 1948 لم يكن يؤرخ بدايتها، وإنما يؤرخ عودتها في صورة حديثة في العهد الحديث، وهي عودة سخرت الاستعمار لخدمتها ولم يسخرها الاستعمار، إلا حيث التقت مصالحها بمصالحه. ولقد عملت على قيامها عصبة الأمم الماضية على مستوى ما وعملت على قيامها هيئة الأمم الحاضرة على مستوى أمنها ورسخها. ووعد بلفور لم يعطيها حقها في الظهور، وإنما نظم حقها في ذلك الظهور. والحركة الصهيونية المتمثلة في دولة إسرائيل لم تنشأ في أواخر القرن التاسع عشر، وإنما اتخذت لها شكلا تنظيميا حديثا في ذلك الوقت. ولقد تفرق اليهود لآخر مرة في عام 134 في وجه الأرض، وانتهوا كأمة ذات سيادة في أرض فلسطين، ولكنهم عادوا الآن لأن دولة إسرائيل ظلت قائمة في قلوبهم وعقولهم طوال هذا المدى الذي ينيف على 18 قرنا. ولقد تعرض اليهود للتشريد والسبي والاضطهاد مدى يقرب من 4000 سنة، فكانوا دائما يعتصمون بعنصريتهم وبدينهم ويحلمون بالعودة إلى أرض المعاد. وكانوا كلما نقضت سلطة دولتهم في أرض فلسطين يسعون إلى العودة وإلى إعادة إنشاء تلك الدولة. ولقد استغرقنا هذا التاريخ بصورة موجزة، ولكنها في حد ذاتها كافية لتعطي صورة واضحة عن هذه المثابرة وهذا الإصرار وهذه المقاومة العجيبة من هذا الشعب العجيب. ولقد أوردنا من المزامير هذه الأبيات: هنالك على أنهار بابل جلسنا وبكينا عندما تذكرناك يا صهيون، وعلى أشجار الصفصاف علقنا أعوادنا بعد أن طلب منا الذين سبونا أن نغني لهم أغنية من أغاني صهيون. كيف نغني أغنية الرب في أرض غريبة؟ شلت يميني إن نسيتك يا أورشليم، ليلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك يا أورشليم، وإن لم أفضلك على أعظم أفراحي. فهم يسمون القدس صهيون ويسمونها الأرض الموعودة، ومنها كلمة الصهيونية، وهي تعني نداء الماضي للعودة إلى القدس. فإذا كان هذا كله لا يعني عندنا نحن العرب شيئا، وإن كانت دولة إسرائيل التي قامت في أرض فلسطين منذ 20 سنة لا يطيب لنا إلا أن نسميها دولة العصابات الصهيونية أو دولة شذاذ الآفاق أو دويلة إسرائيل أو إسرائيل المزعومة إلى آخر هذه الأسماء التي لا يحسن حملة الأقلام ورجال الإعلام عندنا أكثر منها، فإن هذا أمر مؤسف غاية الأسف، وهو لم يضر دولة إسرائيل وإنما نفعها وثبت أركانها وأضر بنا نحن العرب أبلغ الضرر.